مرحبا بكم في حوار جديد من حوارات هشام، مع اليوم للمرة الثانية الكاتب والصحفي والباحث الأكاديمي الدكتور إيدي كوهين. مرحبا بك عزيزي في حوارات هشام للمرة الثانية. أهلا وسهلا فيك وبالشعب المغربي في المغرب وفي الشتات. شكرا جزيلا. أظن أن الكثير من من المغاربة وشمال إفريقيا عموما ومن العالم بين قوسين العربي حتى لا يقلق الأمازيغ، فهم ينتظرون هذا اللقاء لأن الوضع والظروف الآن غاية في الأهمية، ونحتاج إلى توضيحات أكثر ومعلومات أكثر حتى تتبين الصورة، حتى لا نطيل وندخل مباشرة في صلب الموضوع. أنا أعرف أن وقتك ضيق، ولذلك أود أن أستفيد من هذا الوقت القصير لأطرح أكبر عدد من الأسئلة. هذه ظروف خاصة، اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي للمغرب. ما الذي جعل إسرائيل تقدم على هذا القرار في هذا الوقت بالذات؟ يعني أول شيء نحن تأخرنا، خلينا نكون صريحين، نحن تأخرنا، كان لازم الاعتراف يكون قبل سنتين. يعني في أسباب كثيرة ومنها ضغوطات على إسرائيل من إدارة بايدن، وأسباب كثيرة لا أريد أن أدخل لكي لا أعكر الجو، يعني ما بدي نرجع لورا. في أسباب، كانت عدة أسباب، لكن أبرزها الإدارة بايدن التي أكيد عندها ضغوطات كثيرة من بعض النواب ومن بعض الدول وخاصة من الجزائر. يعني في ضغوطات كانت على بايدن، لكن الآن الحمد لله يعني هذه المرحلة اجتزناها. يعني أوكي تمام، لكن هل تظن أنه لو بقي ترامب في السلطة، بقيت الإدارة ترامب في أمريكا، كان سيكون الاعتراف قبل؟ كنت هلأ أنا عم بحكيك من الرياض، كنا طبعنا مع السعودية ويمكن مع قطر، يمكن مش نعم. أنا سمعت حوار لرئيس الوزراء الإسرائيلي وتكلم على التطبيع مرتقب كذلك مع السعودية، وأن هناك يعني حوار، فهل تظن أنه في القريب العاجل سنرى تطبيع إسرائيل مع السعودية؟ يعني إن شاء الله نتمنى. للأسف إدارة بايدن والحزب الديمقراطي هؤلاء يعني عندهم مشاكلهم وعندهم آرائهم الخاصة وأفكارهم، ولو كان في حال يعني وصول الرئيس ترامب، صدقني الأشياء ستتغير بسرعة مثل ما تغيرت الآن في الأيام الأخيرة. يعني خليني أقول لك شو صار في الأيام الأخيرة: اعتراف إسرائيلي بالصحراء المغربية، تعيين ملحق عسكري إسرائيلي في المغرب، دعوة نتنياهو لزيارة المغرب، وبكرة حيصير في افتتاح سفارة في المغرب، هذا أكيد. هناك أشياء يعني تدور وراء الكواليس. علاقاتنا مع المغرب مثل ما قلت تاريخية أخوية، نحن وكل شخص في إسرائيل يشكر المغرب، يشكر ملوك المغرب الذين حافظوا وحموا مش بس أرواح المغاربة اليهود وعدم تسليمهم للنازيين، لكن كمان الحفاظ على أرواح المغربي اليهود في المغرب وحماية مقدساتهم ومعابدهم. مين دفع عنا ومين حمل اليهود أكثر من ملوك المغرب؟ وأنا بقولك يا صراحة، ما في ولا دولة، فقط المغرب. هذا يدفعني السؤال ربما يتبادر للكثير، وهو أنت تكلمت الآن عن خصوصيات عن المغرب وعلاقتها مع اليهود وإسرائيل عموما. يعني قد يتساءل البعض ما الغاية من
المغرب ليس هو أول بلد طبع مع إسرائيل، لكن لماذا هذا تكتيف العلاقات وهذا التقارب الكبير وهذه العلاقات الاستثنائية مع المغرب بخلاف دول أخرى طبعت مع إسرائيل في وقت سابق؟ لماذا التركيز على المغرب وهذا هذه الخصوصية، ولا نجد نفس الأمر مع الأردن أو مصر أو دول أخرى طبعت؟ أنا بقول لك ليش. أول شيء عندك أكثر من 1.5 مليون يهودي مغربي من جذور مغربية من أصول مغربية، والأرقام بتقول يمكن 2 مليون، ما في يعني أرقام معينة، لكن أنا بقول لك على الأقل 1.5 مليون يمكن 2، وهؤلاء اليهود المغاربة أو من أصول مغربية عندهم الحنين للمغرب حتى لو خلقوا في إسرائيل، يعني لما بيتجوزوا بيعملوا الحنة، وفي الأعياد يرددون الطقوس الدينية اللي كانوا يعملوها في المغرب، وهؤلاء يزورون المغرب وعندهم أقاربهم توفوا وقبورهم ما زالت في المغرب، وهذه ما عندك إياها مع دولة تانية. كمان البعد الاستراتيجي، المغرب موجودة في القارة الأفريقية وما عندنا تواصل، ما عندنا تواصل يعني هذه المنطقة مع العدو المشترك، لا بل هي الجزائر، وهي كان حنحكي عنها. لماذا الجزائر عدو مشترك؟ يعني قد نفهم انها ان هناك مشاكل مع المغرب، لكن ما دخل الجزائر مع يعني مع اسرائيل؟ لماذا يعني عدو تعتبر او لماذا تعتبر عند البعض اسرائيل عدو للجزائر؟ لان الجزائريين بيحبوا يعني، سمعت عن ابو عنتر الشداد، يعني بيحبوا يطلقوا تصريحات، وبعضهم عايشين في عهد جمال عبد الناصر، عهد القومية العربية، وهم دائما ضد إسرائيل في المحافل الدولية. مش نحن ضدهم يعني، بس لازم تفهم الصورة. لماذا أقول عدو الجزائري؟ الجزائر دائما تهاجم إسرائيل في المحافل الدولية، وهي تدعم الفلسطينيين ماليا، وهي وفق القانون الإسرائيلي دولة عدائية، دولة عدو، وهذا شيء ما فيك تنكره، وهي عدو للمغرب أيضا يعني. يعني عدو صديقي فهو عدو يعني. صحيح لكن حتى لو نحط الجزائر على جنب، يعني العلاقات العلاقات بين إسرائيل والمغرب هي تاريخية حتى مع أو بدون الجزائر، هذا ما فينا ننكره يعني. مفهوم. صح. هذا الاعتراف اليوم، اعتراف إسرائيل المغربية الصحراء، هل سيدفع دول أخرى للاعتراف بمغربية الصحراء؟ ونحن نعرف قيمة إسرائيل وتأثيرها في العالم، يعني هل سيدفع هذا دول كبرى لتعترف هي كذلك بمغربية الصحراء؟ هذا حسب الدبلوماسية المغربية. هل الدبلوماسية المغربية ستفعل ذلك؟ هل الدبلوماسية المغربية، وزارة الخارجية المغربية، حيكون عندها أهداف أنه بواسطة إسرائيل لازم نعمل 1، 2، 3؟ يجب، أنا أقول نعم، يجب استغلال موقع إسرائيل، يجب استغلال العلاقات اللي عندها إياها إسرائيل من أجل هذا الاعتراف. يعني استغلال مش قصة كلمة سيئة، استعمال، أما يجب يعني إنه إسرائيل تلعب دور في هذا الموضوع. وهنا العاتق على الدبلوماسية المغربية. نعم، يعني تظن أن إسرائيل عندها القدرة على تأثير حقيقي، أن تقول مثلا للدولة ممكن أن نتعاون اقتصاديا في مجال ما، لكن نحتاج اعتراف من هذه الدولة؟ بلا شك إسرائيل عندها القدرة، وعندها إسرائيل مش بس دولة إسرائيل، عندك يهود في العالم، واليهود في جميع الدول الأوروبية والأمريكية، يعني عندك لوبيهات، ليس فقط الدولة كدولة مؤسسات، عندك اليهود، عندك منظمات مسيحية صديقة، في عندك كتير معارف يعني بالعالم أجمع. أوكي.
الآن كلنا نفهم والكل يتحدث عن مكسب للمغرب، لأن إسرائيل اعترفت مغربية الصحراء، وسابقا طبعا أمريكا، ويعني هذه مكاسب. لكن نتكلم عن إسرائيل، نعرف ماذا سيكسبه المغرب من هذا الاعتراف، هو مهم جدا. ما الذي ستربحه وتكسبه إسرائيل من اعترافها بمغربية الصحراء؟ يعني ما الاستفادة عند إسرائيل؟ أول شيء يعني المغرب كان عنده شروط، إذا إسرائيل تريد أن تطبع وأن تفتح سفارات وأن تعين ملحق عسكري يجب عليها الاعتراف. يعني القصة مش هيك، كمان المغرب عندهم شروط، وهذا ضمن الاتفاق الإبراهيمي، وهذا شيء شرعي. يعني مسألة مصالح إسرائيل تريد فتح سفارة، وتريد علاقات ممتازة مع المغرب، تريد سياح مغربيين وسياح إسرائيليين يزورون المغرب، تريد أن تبيع المغرب أسلحة وأدوات عسكرية، تريد أن تعمل تجارة مع المغرب. مصالح يعني البلدان هذه ليس بسوء، يعني لازم نفتح الباب يعني ندخل، وبطاقة الدخول هو الاعتراف. وأنا زعلان على نتنياهو، لماذا الآن؟ يعني نحن في الليكود كما تعلم أنت، أنا في حزب الليكود، والأصوات نحن إلنا هذا الحكي من سنتين. كمان نحن أجبرنا نتنياهو أن يغير الخريطة اللي موجودة عنده، وهناك أصوات كبيرة مؤثرة كانت كل هذه السنتين عم تشتغل مع نتنياهو إنه يخلص مع هذا الاعتراف، ينفذه يعني. هل تظن أن الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الضغوط عليه الداخلية، نحن نعرف الآن أن هناك معارضة كبيرة وخروج ناس للشارع، هل هذا الاعتراف فيه جزء من محاولة استمالة البعض أنه يعني عمل شيء سيرضي الكثير من الإسرائيليين؟ صراحة لا، حتى يعني هذا الاعتراف حتى هون الإعلام الإسرائيلي بالكاد ذكره، يعني لا أعتقد أنه هذا بيخص يعني مؤسسات الدولة وعلاقاتها الخارجية. لا أوكي. تمام. سؤالي الآن هو، ربما أنا أريد أن أسمع من شخص يعلم ما يدور في الكواليس، يعني سؤال مهم وأحتاج إجابة إذا أمكن تكون تعطينا معلومات أكثر. هل المغرب حاول أن يطبع مع إسرائيل ويعمل علاقات قوية بما فيها في المجال العسكري، في المجال الأمني، تعيين شارون إطاح الآن كملحق عسكري، هل كل هذا له علاقة بحرب مرتقبة بين المغرب والجزائر؟ لا أعتقد، أنا لا أعتقد أنه في معلومات أو مؤشرات عن حرب، لكن المغرب يعلم جيداً أنه في نظام مجنون حده كوربه، ويعلم جيداً أنه هذا النظام نظام ديكتاتوري، نظام يمكنه أن يبدأ بحرب. والمغرب كل ما يريد هو أن يكون جاهز، المغرب يريد جهوزية، المغرب لا يريد أن يتم مفاجأته، ولذلك عم يعمل كل اللي عم يعمل. وهذا أقل ما يمكن، مش بس هذا، من واجب الحكومة المغربية أن تكون جاهزة، هذا واجبها، أن تدافع عن وطنها، عن أرضها، عن الأرض اللي في خلاف فيها، وأكيد عن شعبها. نعم، الآن بغض النظر عن البروباغندا وما نسمعه من شعارات، لماذا في رأيك الجزائر، وأنا أتكلم عن السلطة، يعني من هم في السلطة ومن لهم زمام الأمور، لماذا هم يريدون هذا النزاع اللامنتهي مع المغرب، وهذا العداء مثلاً للتطبيع مع إسرائيل؟ أليس سيناريو آخر فيه انفتاح وتطبيع مع إسرائيل وأخوة وصداقة مع المغرب سيكون مفيد للبلدين؟ لماذا
في رأيك يعني السبب الرئيسي لماذا الجزائر أو من هم في السلطة مصرون على أن يبقى الوضع على ما هو عليه مليء بالكراهية والعداء؟ هذا السؤال أنا بسأله كمان، لماذا الجزائريين الذين ولدوا في فرنسا وحتى ما بيعرفوا يحكوا عربي يضربون ويحرقون آلاف السيارات؟ لماذا عندما فرنسا فتحت أبوابها لأجدادهم لماذا هذا النكران الجميل؟ يعني ما فيك تعرف ليش، ما في أسباب. هناك يمكن عندهم شعور ما ناقص، يعني لا أعلم بالضبط هذه أوضاع النفسية يعني تبع جنرالات الجزائر، شعور في النقص يمكن عندهم. يعني الجزائريين الله يهديهم، مش بس فقط في الجزائر لكن في أوروبا، أشعلوا أوروبا منذ أكثر من شهر. في هذا شيء نفسي يعني، حتى هذا شيء نفسي، أنا مش طبيب نفسي. حتى في مسألة مغربية الصحراء أو الصحراء عموما، نزاع الصحراء ومساعدة البوليزاريو وكل هذه الأمور، يعني أنا أستغرب أحيانا، الجزائر هي من أكبر الدول في إفريقيا، عندها موارد طبيعية ضخمة جدا، من أكبر الدول في العالم عموما ليس في إفريقيا فقط، فلماذا الإصرار على عدم الاعتراف بمنطقة، حتى لو نقول منطقة خلافية، لماذا الإصرار على التركيز على هذا الأمر؟ أنا سألت كثير من الناس وكان أحيانا يقال أن الجزائر تريد الوصول إلى المحيط الأطلسي، لكن ممكن أن تصل الجزائر باتفاقيات للمحيط الأطلسي، لا تحتاج إلى نزاع وتحتاج إلى هذه المشاكل. ما في رأيك يعني ما هو البعد الاستراتيجي عند الجزائر أن يكون هذا النزاع قائما إلى ما لا نهاية؟ شوف، ما فينا نعرف ماذا يجري في رؤوس جنرالات الجزائر، لكن أنا بتذكر كلام تاريخي اللي قاله الملك المرحوم حسن عندما قال خلينا يشوفوا مين جيراننا، يعني هيك شيء قال، إذا بتتذكر هذه الكلمة. نعم، يعني نعم. الجزائر دولة فريدة من نوعها، غنية لكن شعبها فقير، عنده فساد، ويمكن هذا هو السبب، يمكن يريدون مواصلة الجنرالات الجزائر سرقة الشعب، وبيعطوهن عدو وهمي المغرب وإسرائيل، بيلهون يعني أعداء وهميين لكي يسرقوا أموال الشعب. هذه هي الأسباب التي أراها، لكن أنا بقول لك إياها، الشعب لن يسكت ولن يرحم. يمكن هالجيل أما الجيل اللي جاي سوف يكون هناك ربيع جزائري، و لن يدوم هذا الطغيان، لن يدوم في الجزائر. ما نتمنى طبعا ان يكون الحل اكثر سلميه من ان شاء الله، يا ريت، لانه في صالح المنطقه. انا لا ادري لماذا هذا الصراع، ممكن ان تكون المنطقه مزدهره ويكون تعاون وامور. خليني اسالك الان عن كل هذه الخطوات التي نسمع الآن، كل هذا التقارب، كل هذا التعاون، كل هذا الأمور، الأخبار الرائعة التي نسمع، لكن قد يتساءل المواطن البسيط في الشعبين معا، الشعب الإسرائيلي والشعب المغربي، ما الذي سيستفيد الشعبين فعلا، ما الذي سيستفيد الشعبان لا الإسرائيلي ولا المغربي من كل هذه الخطوات؟ أليس المستفيد هو فقط الحاكم، يعني من له السلطة، وبعض الذين سيستفيدون اقتصاديا؟ ما هي استفادة الشعب من هذه؟ أول شيء الشعب يستفيد، وكل طبقات الشعب ستستفيد. الغني سيستفيد، سيكون عنده أكثر مشاريع، وسيزور إسرائيل وسيزور المغرب إن كان غني إسرائيلي، واللي حالته ميسورة سيكون عنده فرص أكثر، ويمكنه بيجي على إسرائيل يشتغل، أو إسرائيليين بيسافروا وحيشتغلوا في المغرب. يعني لكل طبقة عندها حتستفيد. السياحة
يعني سوف تعزز الاقتصاد، وتعرف هذا مثل الدولاب، يعني تحريك الاقتصاد سوف يعطي فرص أكثر للعمل في الفنادق وفي كل المقاهي. يعني هناك سياحة دينية، هناك سياحة طبية، هل بده يتعالج، يعني كتير اشياء. وكمان وانتو كمان اذا بتشتروا، كنتوا تشتروا من فرنسا ومن دول اخرى، يمكن من عنا تشتروا ارخص، او بالعكس نحن بنشتري من امريكا بضاعة يمكن نشتريها من عندكم بتكون ارخص. يعني يجب ان ترى الصورة الكاملة، وصدقني كل طبقة من الشعب ان شاء الله ستستفيد، حتى الفقير والغني والمؤسسات الحكومية كلهم إن شاء الله. تكلمت عن السياحة، والسياحة هل تظن أن طبعا المغرب يحتاج للسياحة أكثر من إسرائيل، هذا معروف، هل تظن أن عدد السياح الإسرائيليين سيكون بشكل كبير في السنوات القادمة؟ أولا أنا حلمي أوصل إلى المغرب وأجي إلى المغرب بعد ما جيت زرتكم. يعني أنا شخصيا أريد أن أجي إلى المغرب. شوف، خذ دبي مثلا، دبي أكثر من 200,000 300,000 إسرائيلي سافر هذه العامين فقط إلى دبي، ودبي طقسها يعني حار الآن في الصيف، يعني السائح الإسرائيلي إذا بيجي حيجوا بالمئات الآلاف، وهناك كمان مثل ما قلنا أكثر من 1,000,000 شخص عندهم أصول مغربية، مش بس السائح الإسرائيلي، يعني المغرب تستقطب السائح الإسرائيلي والسائح الإسرائيلي من أصول مغربية. يعني نحن نتكلم عن مئات الآلاف، مش مثل دبي، أكثر من دبي 3 مرات أكثر من دبي، نحن نتكلم عن يمكن 1,000,000 سائح سنويا فقط من إسرائيل، وهذه سوف تدير عجلة الاقتصاد في كلا البلدين إن شاء الله. نعم، ما هي الأمور التي تكلمنا عن العمل كذلك وفرص العمل؟ الكثير من المغاربة يسألون اليوم، هل يمكنني الذهاب إلى إسرائيل والعمل في إسرائيل؟ هل ستكون هناك تخفيفات مثلا على التأشيرات، تأشيرات العمل، تأشيرات الزيارة، تأشيرات الإقامة؟ شوف، أنا المعلومات اللي عندي إنه الوزيرة أيلت شاكيد كانت الحكومة السابقة، يعني منذ أقل من سنة كانت عندكم ومضت على عقود، لكن ما عندي تفاصيل في هذا الموضوع، لكن هناك عقود أبرمت لتسهيل الشغل للمغاربة اللي بدهم يشتغلوا في إسرائيل. يعني هناك يعني تسهيلات مثل ما بيقولوا. تمام، جيد. يعني ممكن أن نسمع في القريب العاجل عن تسهيلات للمغاربة الذين يريدون الذهاب لإسرائيل والعمل. بلا شك. أوكي. نعرف أن العلاقات بين الدول تحكمها المصالح، هذا أمر معروف، وممكن للصديق أن يتحول إذا تغيرت الظروف وتغيرت الأمور، ممكن يتحول الصديق إلى عدو، وممكن يتحول العدو إلى صديق. ما الذي يضمن أن العلاقات المغربية الإسرائيلية ستستمر في هذا المناخ الإيجابي، في هذا الاتجاه الإيجابي؟ شوف أستاذ العزيز، نحن مرينا في هذه التجربة كمان مع المغرب، كنا على وشك أن يكون في علاقات، لكن صارت عنا انتفاضة عام 2000 وقطعت العلاقات، أما نزلوها من تحت الطاولة مثل ما بيقولوا. الشغلة الوحيد التي يمكن أن تكون حاجز هي القضية الفلسطينية، لذلك يعني أنا أقترح أنه القضية الفلسطينية ما تكون قضية محورية، يعني مثل الإمارات، مثل البحرين، نحن لا نتكلم عن البحرين عن القضية الفلسطينية، وابعدوا من الشر أحسن، وهذه هي النصيحة اللي أنا بوجهها يعني لحكام للسلطات المغربية. القضية الفلسطينية يمكن تكون مهمة، أعلم ذلك، لكن هي قضية يمكنها كمان أن تكون مصدر إزعاج
لكلا الطرفان. لذلك هذه هي نصيحتي، أن القضية الفلسطينية حطوها على جنب، لأنه الشعب الوحيد اللي يمكن أن تسيء للعلاقات هاي القضية. يعني هذا يمشي في نفس اتجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي بدل أو غير المقاربة، وهي أنك تطبع مع الدول بين قوسين العربية، تطبع معها عن طريق الفلسطينيين، فالآن هو يطبع معها بدون المرور عبر الفلسطينيين، وحقق بالضبط نجاح. بالضبط يعني مشان شفنا أنه الدول العربية كمان صارت تفهم أنه هذه القضية قضية استرزاق ولا أكثر ولا أقل. نبقى في مع الفلسطينيين. نعرف أن هناك ضبابية، لنقول ضبابية، في موقف الفلسطينيين من مغربية الصحراء. لا يوجد موقف رسمي، لا يوجد يعني اعتراف رسمي، هناك فقط ضبابية. أحياناً البعض يقول أنه مع، البعض يقول أنه ضد، البعض يناصر بوضوح البوليساريو، البعض الآخر يقول لا. هل تظن أن هذا الموقف، الموقف الفلسطيني من مغربية الصحراء، كان له تأثير في القرار الإسرائيلي للاعتراف بمغربية الصحراء؟ يعني نحن أصدقائكم، نعترف بمغربية الصحراء، وهادو لا يهمهم مصلحة وحدة التراب المغربي. أنا لا أعتقد حكومة إسرائيل ونتنياهو يعني ما بيعتبروا للسلطة الفلسطينية، ما بياخذوا رأيها في بجدية. لا أعتقد، نحن بصراحة نقلل من أهمية مواقف السلطة الفلسطينية. لا أعتقد، لا لا. أوكي. نعرف أن ليس الجميع يتفق مع التطبيع، ربما هناك أعداء للتطبيع سواء في إسرائيل أو في المغرب، هناك ناس لا يريدون هذا التطبيع. لنتكلم عن الشق المغربي، هناك دعاة للقومية العربية، هناك أنصار الإسلام السياسي الذين يرفضون جملة وتفصيلا أي تقارب مع إسرائيل، بل يشككون حتى في قانونية وجود إسرائيل. فهؤلاء هل تظن أنهم ممكن أن يكونوا حجر عثرة، أن يكونوا من المعرقلين لهذا التقارب المغربي الإسرائيلي؟ أولا سيد العزيز، الشعب المغربي قال كلمته منذ سنتين يمكن عندما كانت الانتخابات البرلمانية، وطرد أكثر من 90 واحد، مظبوط، ممكن 93 93 نائب إخوانجي من الإسلام السياسي. الشعب المغربي أغلبيته، أنا لا أقول 100%، أغلبيته يريد السلام مع إسرائيل. أنا ما بحب كلمة تطبيع، لكن السلام مع إسرائيل حاجة ملحة للشعب المغربي والإسرائيلي، شعب واحد، تاريخ واحد. يعني في عندك أقلية، نعم أكيد في أقلية لا تريد السلام، أنا بعرف هالشيء، ويمكن تعمل مظاهرات، ويمكن يعملوا ويكتبوا، لكن وهذه هي الديمقراطية، أنتم تسمحون لهم بالمظاهرات، ومشان أنتم لا تقمعون، مش دولة قمعية تقمع، لكن تحترم الآراء. أما بالنسبة للسلام أو للتطبيع، فالحكومة وجلالة الملك والسلطات اتخذوا هذا القرار وخلص، يعني ما في رجعة من هذا القرار، لكن فينا نسمعهم مثل الدبان يزعجوك بس فقط. أوكي تمام. هناك دول إفريقية صديقة لإسرائيل، نحن نتكلم عن الدول الإفريقية الآن، إفريقيا السوداء، يعني دول جنوب الصحراء، هناك دول إفريقية لها صداقة وروابط قوية مع إسرائيل. هل هذه الصداقات ممكن أن تساعد المغرب في تحقيق مكاسب على المستوى الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بالبوليساريو مثلا؟ نعم، هناك في شيء يعني يمكن أول مرة أنت بتسمعه، هناك في السنوات الأخيرة هناك مخطط إيراني للتغلغل في الدول الأفريقية، وهناك ثم من يقول إن إيران تدعم الجزائر وتدعم البوليساريو وبيعملوا تدريبات في الجزائر. ولذلك إسرائيل يعني صار لأكثر من سنة
قررت أن تدخل في تدخل يعني في الكون الأفريقي. ولحسن الحظ عملنا علاقات مؤخرا مع دول ما كان عندنا علاقات معهم في الدول الأفريقية، ولكي نمنع من إيران أن تعبث في هذه الدول. وأكيد يمكن لإسرائيل الاستفادة وكمان المغرب الاستفادة الواحد من الثاني في هذه العلاقات. المغرب يعني معروف دولة كبيرة في هذه المنطقة ولها تأثير كبير، وهذا خلينا نقول أنه تكون تعاون إن شاء الله متبادل بين إسرائيل والمغرب. جميل، يعني تظن أن ممكن أن تؤثر مرة أخرى، تؤثر إسرائيل في دول مثل المكان. نحن نعلم أن المغرب لا، المغرب لا يحب وجود البوليساريو في منظمة الاتحاد الإفريقي، فهل تظن أن إذا كان هناك تصويت أو شيء أن إسرائيل قد تؤثر لكي تصوت هذه الدول لصالح المغرب؟ أكيد بلا شك، وأنا أغادر ما قلت من قبل، هذا منوط من الدبلوماسية المغربية. يجب على الدبلوماسية المغربية أن تعلم كيف يمكن أن يعني تستفيد، بدون ما أقول كلمة استغلال، أن تستفيد من العلاقات مع إسرائيل. أوكي تمام. الآن هذه الدول التي أنت لا تحب كلمة تطبيع، لكن لنقول التي أبرمت معاهدة سلام، لنقول سلام مع إسرائيل، هل هي مسألة وقت فقط وستنضم دول أخرى؟ وما هي هذه الدول في رأيك يعني التي ممكن أن نراها طبعت أو عملت معاهدات مع إسرائيل مثل المغرب في السنوات الخمس القادمة، لنقول السنوات الخمس القادمة؟ يعني في دول الخليجية عندك السعودية والكويت وقطر مثلا، عندك دول إسلامية مثل إندونيسيا، وعندك دول أفريقية كمان، موريتانيا ودول أخرى. يمكن بلا شك يعني سوف كل هذه الدول سوف تنضم إلى قافلة السلام إن شاء الله. بس أنا لا أتكلم عن الجزائر، يعني نحن لا نريد أي تطبيع أو أي علاقات مع نظام جزائري. نحن لا نريد يعني ما حتى هون في إسرائيل إذا بتسأل الشعب ما حدا بيعرف شو يعني جزائر. يعني ما لنبقى في الجزائر، أنا عندي بعض الأسئلة لأن الكثير من المتابعين متابعي حوارات هشام أو يعني من الجزائر، ولا أجد أحيانا أي اختلاف بين آراء الجزائريين وآراء المغاربة، فنحن ممكن أن نقول شعب واحد. هل المشكل هو فقط في الحكام أم هو مشكل فعلا، يعني لا أريد أن أقول في الشعب، لكن هل هو مشكل أكبر من مجرد ما يقوله الحكام في الجزائر؟ أول شيء كمان أنا لا أريد أن أعمم، لكن الكثير من الجزائريين شوف شو اللي صار بفرنسا. يعني فرنسا نموذج، أكبر نموذج. هل يمكنك أن تفهم لماذا يضرم الجزائري النار في دولة أعطته أكل لأله ولجده ولأبوه؟ لماذا لا يفعلها في الجزائر؟ هذه أنا أعتقد أول شيء مشكلة الحكام، الفكر الجزائري، العقلية الجزائرية. أول شيء يعني لازم نلوم الحكام، لكن الشعب له، المثقفين لهم، التاريخ لن يرحمهم. يعني أنا بشوف أشياء بيكتبوها عن المغرب وأشياء ضد الملك بيحطوها وصور مخجلة. يعني لازم على الإدارة الجزائرية، السلطات، أن تمنع هيك إشياء شخصاً إلى الأمور. هناك أشياء يمكنها أن تفعله السلطات الجزائرية، تعمل شوية توعية، لكن هي لا تعمل التوعية، تعمل بالعكس، هي تزيد من الحقد، تزيد من الكراهية. نحن بنشوف المسلسلات التلفزيونية وشو اللي بيكتبوا، وفي التواصل الاجتماعي
للأسف السلطات الجزائرية تريد تأجيج الكراهية ضد المغرب وضد إسرائيل. دعنا نتحدث عن سيناريوهات محتملة أو غير محتملة، لكن في المستقبل هل تظن أن إذا نتنياهو مثلا خسر الانتخابات القادمة ونجح الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، هل تظن أنها سيكون هناك تسريع كبير في العلاقات المغربية الإسرائيلية سنفاجأ بأشياء جديدة لم تكن في الحسبان؟ شوف، نتنياهو يعني في السلطة الآن، تم انتخابه مؤخرا، يعني عنده بعد 4 سنين، ما في انتخابات في الأفق. السؤال من سيكون في البيت الأبيض؟ إذا كان ترامب أو الجمهوريون في البيت الأبيض، صدقني عجلة التطبيع والسلام سوف تدور أكثر من الآن. لماذا؟ لأن بايدن أول شيء أفكاره عنده يسار متطرف، والآن مشغول في أوكرانيا وفي روسيا وفي الصين، وعنده مشاكل مع السعودية ودول الخليج. لذلك ترامب، أما الجمهوريون العلاقات سلسة أكثر، ويعني نحن وياهم قلبا على قالب مثل ما بيقولوا، وإن شاء الله إذا سيتم انتخابهم ستفتح أبواب أخرى، منها في الخليج ومنها في أفريقيا، وكمان العلاقات مع المغرب إن شاء الله تزداد انفتاحا. طيب، الآن التأثير على القضية الفلسطينية التي طبعا دائما في الصورة ودائما البحث عن حل دائم لها، كان دائما الكلام عن حل الدولتين، مؤخرا أصبح الكلام ربما عن الدولتين لكن فقط كلام سطحي، في العمق لا تريد إسرائيل. أنت ممكن تصحح لي إذا كنت على خطأ. الآن أصبحت إسرائيل تميل أكثر إلى أن تكون هناك دولة واحدة هي إسرائيل، تكون مسيطرة على المجال العسكري والأمني طبعا وكل شيء، لأنها دولة صغيرة، والفلسطيني يكون عنده حقوق ومكانة ربما أكبر من الآن، ويكون عنده مثل أي مواطن لكن مع درجة ربما أقل شيئا ما. أتكلم عن الفلسطيني خارج، ليس عرب إسرائيل، يعني أتكلم عن الفلسطيني خارج، يعني في غزة وفي يعني المناطق الفلسطينية اللي نقول. هل حدسي صحيح أم ما زالت إسرائيل تؤمن بحل الدولتين وتكون دولة قائمة فلسطينية؟ شوف، أنا أرى الأمور كهذه، يعني الأمور الآن تختلف. ما في حدا في إسرائيل حتى من اليمين أو من اليسار يعني يتكلمون عن دولتين. حلم الدولتين أعطاك عمره، يعني فيك تقول الفاتحة عن حلم الدولتين. التصرفات الإرهابية للفلسطينيين هي السبب أنه الحكام إسرائيل من اليمين ومن اليسار وصلوا لاستنتاج أنه الفلسطيني الآن لا يستحق، لا يمكنه أن يكون له دولة، ما عندهم كهرباء. شوف، يعني في شبكات التواصل بيتكلموا بيريدون دولة، لكن خليك بس دقيقة اسمع كلامي الله يخليك. كيف حتكون في دولة؟ الفلسطينيين بكل بالغزة والضفة وكل المناطق بياخدوا كهرباء من إسرائيل، كهرباء من عنا، ما عندهم شيء كهرباء، مي للشرب من عنا، تلفونات من عنا، عملة ما عندهم عملة، بيستعملوا عملتنا. وكيف يمكنك أن تؤسس دولة، أن تقيم دولة، إذا ما عندك هالثلاث أربع أشياء اللي هن أكتر شيء يعني من المقاوم الإجبارية ليكون عندك دولة؟ يعني اقتصاديا ما عندهم هذه الأشياء. ناهيك عن ذلك، إذا صار عندهم دولة حيفتحوا مطار وحيعملوا خط مباشر مع إيران،
وسيتم تسليح السلطة بأسلحة وبصواريخ، وسوف يحاربون إسرائيل، وهذه معروفة يعني. لذلك ليسوا ناضجين الفلسطينيين في هذه المرحلة يكون عندهم دولة، خليه يكون عندهم حكم ذاتي. يعني نحن لا نحكمهم، هم بيحكموا حالهم، ممنوع يدخلوا أسلحة وممنوع يكون عندهم مطار، وهذه هي كل القصة. لا يمكن الوثوق بهم، إذا فتحوا مطار حياخدوا أسلحة من إيران، وهذه معروفة القصة. طيب، قد يقول قائل أن هذا أن ليس عندهم مقومات بسبب أنهم يعني بسبب الظروف، وأن ممكن أن تبنى مطارات وممكن أن تبنى مقومات، وكثير من الدول الحديثة، ممكن نتكلم عن دارفور مع الفارق طبعا، هناك دول أو جنوب السودان، أن هناك دول حديثة التي أصبح لها مقومات وأصبح لها بنية تحتية، فلماذا الفلسطيني كإنسان لا يستحق أن تكون عنده دولة كما الإسرائيلي يريد أن تكون عنده دولة؟ المشكلة الفلسطينيين كمان عندك الضفة وعندك غزة بعيد منها، يعني قطعتين ما في تواصل جغرافي، وعندك إسرائيل في الداخل، يعني كل محل كل قطعة بمحل. هذا أول شيء. ثانيا ما عندهم كمان العقلية للدولة، عندهم فلتان أمني، عندهم عقلية التنظيمات الإرهابية، هم ليسوا جاهزون حتى فكريا لدولة قانون، عندهم مسلحين في جنين، عشرات المنظمات، كل منظمة تستولي على قطعة أرض. هذه عقلية كانت في لبنان في الثمانينات، يعني ليسوا ناضجون لا فكريا لا ماديا لا اجتماعيا، وأكيد هل في براسهم فقط كيفية القضاء على إسرائيل. هذه هي كل القصة، صباحا مساء القضاء على إسرائيل وقتل اليهود للأسف. أوكي، أعرف أن وقتك ضيق عزيزي، سأختم بهذا السؤال وهو سؤال الساعة. الآن العالم يمشي بوتيرة سريعة جدا فيما يخص الذكاء الاصطناعي، فيما يخص التكنولوجيات الحديثة، وأصبح التخلف عن هذا الركب التطور أصبح كارثي بالنسبة لبعض الدول، لأنها ليست مسألة 50 أو 100 سنة ثم ستصل، أصبحت الآن ربما بآلاف السنين إذا لم تمشي في ركب التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. إسرائيل نعرف أنها من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا، في مجال المعلوميات، في مجال الأمن المعلوماتي. إسرائيل ممكن أن تقريبا أن تضرب ضربات أمنية عسكرية في العالم بأكمله، عندها مخابرات قوية وعندها تكنولوجيا قوية فيما يخص الذكاء الاصطناعي أيضا، هي رائدة. هل تظن أن هذا التطور وهذا هذه الهيمنة الإسرائيلية هي التي جعلت من إسرائيل ترفض ما كانت تقبله في الماضي؟ فهي في الماضي كانت تقبل أمورا مثل حل الدولتين تقبل، لكن الآن تحس إسرائيل أن لها الريادة ولها القوة أنها لا تحتاج لتقديم تنازلات. هل هذا في شيء منه؟ نعم، إسرائيل هي قوية، ويعني دول كثيرة ومنها دول الخليج طبعت وعملت معاهدات سلام لكي تستفيد هي كمان يعني من التكنولوجيا. السودان كان عدو أكثر من الفلسطينيين، والسودانيون قبلوا بالسلام، وهناك حيكون في تعاون للزراعة ولمكافحة الحشرات. التكنولوجيا الإسرائيلية سوف تساعدهم على تكرير المياه، واللي عندهم مشاكل بأفريقيا. يعني إسرائيل لديها الكثير ما تعطيه، والكثير يعني لجميع الدول، وأكيد بتحطها بموقع يعني إنه إذا بدكم تطبقوا وإذا بدكم تعملوا سلام أهلا وسهلا، ما بدكم الله معكم. يعني نعم، إسرائيل ليست كما كانت من قبل. الآن
كثير من الدول تطبع، وفي دول مطبعة وراء الكواليس كمان، هذه ما حكينا عن هذا الموضوع. دول شوي خجولة يعني بعدها وراء الكواليس، لكن يوما ما كلهم سوف يطبعوا على العلن إن شاء الله. كلمة ختامية، أريدك الآن أن تعتبرني أنني شخص لا أؤمن بوجود دولة إسرائيل، أعتبرني أنني شخص يريد نهاية إسرائيل، يقول أن هذا الكيان هو كيان محتل، كيان ليس له الحق في الوجود. ما الذي يمكنك أن تقول لي لكي أغير رأيي؟ أول شيء يعني سمعنا هذا الكلام كل يوم، أنا بسمعه بشبكات التواصل، وحتى في كمان شيوخ قالوا 2022 2023. شوف سيد العزيز، دولة إسرائيل يعني حتى في القرآن الكريم مكتوب إنه الله أعطى لليهود هذه الدولة، حتى شرعا عنا دولة، هذه دولتنا. دولة إسرائيل أول شيء دولة ديمقراطية، دولة عادلة، وهي مبنية على العدالة لجميع الطوائف، لجميع الأشخاص، دولة تحترم الأقليات المسلمة والمسيحية، مش بس يعني فقط لليهود، الامتيازات للجميع، دولة رائدة في التكنولوجيا. شو بدي أقول لك؟ عندما تكون دولة عادلة وقوية ومعظم دول العالم تعترف فيها، وهناك وعد رباني، الله عز وجل أعطى القسم لأبراهام إسحاق ويعقوب وقال لهم، وقال كمان للنبي موسى سوف أعطيكم هذه الدولة. يعني هذه الدولة أول شيء وعد رباني، وكمان شرعا في القرآن مكتوبة، وثالثا دولة عسكرية قوية من أقوى الدول العالم، دولة إسرائيل، مخابرات قوية، سلاح طيران، صار عندنا 40 طائرة شبح. هذه الطائرات ما في رادار يمكنه أن يلتقطها. دولة عندها اقتصاد قوي، دولة عندها قمح لسنة ونص، دولة عندها كهرباء 24 ساعة في اليوم، خلافا لبعض الدويلات العربية اللي بالكاد عندهم $100 بياخدوا، مثل سوريا مثلا $50 معاش السوري. يعني عندما أقول لك إنه إسرائيل دولة قوية وكبيرة وعند عسكر ومخابرات والله حميها، هذه أوكي تمام. شكرا عزيزي، وإن شاء الله نشوفك أخونا هشام في دولة إسرائيل، وأنا كمان حلمي أن أكون المغرب يوما ما إن شاء الله. أنا عامل زيارة لإسرائيل، عاملها في الباكيت ليست كما يقال، في لائحة الأشياء التي سأعملها بالتأكيد. أشكرك عزيزي على هذا الحوار، وأشكرك على الإجابات، وصدرك الرحب دائما في الإجابة، وشكرا لكل من تابع الحوار، وألقاكم قريبا في حوار جديد من حوارات إن شاء الله.